ولمزيد من النقاش حول الاستقطاب الطائفي ومحاولات تقسيم المجتمع العراقي في ظل فرض واقع طائفي بتشريع أعياد جديدة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. دكتور، نبدأ بهذه المحاولة لتشريع عيد الغدير عطلة رسمية والتي أثارت ردود فعل شعبية وغضب كبير. أولا، كيف تقرؤون هذه المحاولة؟ في البداية شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هناك مغالاة واضحة أصبحت الآن، وتطرف لم يسبق له مثيل في الوضع الاجتماعي العراقي، يعني أساء بشكل واضح جدا الحقيقة إلى انتماء العراق إلى يعني العالمين العربي والإسلامي، وفهم العالم بأن العراق الحقيقة يتقبل الرأي والرأي الآخر ويتقبل كل المذاهب، لكن للأسف الشديد هناك الحقيقة مغالاة، هناك تهويل في طرح المقترحات لا تمت بصلة لمصلحة الشعب العراقي على الأطلاق، لأنها بالعكس تزيد الانقسام وشقة الخلاف في مفردات الحقيقة لا نحتاجها في هذا الوقت وهذا الوضع والظروف القاسية اللي يمر بها الشعب العراقي. نعم. عمار الحكيم كان له تصريح واضح في هذا الشأن، وصف الطائفية بالعراق أنها سياسية وليست اجتماعية، وهو يؤكد المؤكد في هذه الحالة وينفي عن الشعب هذا الطائفية ويدين بشكل أو بآخر فرقاء العملية السياسية. يعني كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء، هذا احتمال، والاحتمال الآخر هو محاولة ذر الرماد في العيون، أو الحقيقة يعني إقناع الآخرين بأنه ينأى بنفسه عما حدث من انقسام أيضا طائفي جلبته الطبقة الطغمة السياسية الفاسدة منذ مؤتمر لندن في نهاية 2002، يعني قبل الغزو والاحتلال الغاشم للعراق. من ناحية أخرى، وهذه هي ديدا السيد عمار الحكيم، من أنه الحقيقة يبتكر بين فينة وأخرى أفكار الحقيقة، مثل ما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى وشكل ما سمي تيار الحكمة بحجة الإزاحة الجيلية، يعني أنه يريد جيل جديد غير الجيل العتيق اللي يعني لصقت به تهم كبيرة، منها الحقيقة القتل على الهوية والتصفيات الطائفية والسرقة والفساد وغيرها. الآن يبتكر هذه البدعة الحقيقة من أنه يعني قضية الطائفية ليست سياسية، والشعب العراقي والعالم يدري بها يعني بشكل جيد هي سياسية وليست اجتماعية، يعني على حد تعبيره هو. لذلك أنا أقول يعني بصريح العبارة، هذه لا تنطلي على أحد، الكل يعرف أنه هم مسؤولون عن يعني هذه الطائفية المقيتة التي جلبوها، يعني أبا عن جد بصريح العبارة أيضا نقولها، وتركت آثارها خلال 21 عام، وسوف للأسف الشديد نقول تترك بصمات ثقيلة على النفسية العراقية إلى أن يأتي يوم لزوالها، رغم أنه العراق الشعب العراقي تغلب نقول أيضا بصدق بشكل واضح على يعني هذه فكرة الطائفية والورقة اللي تستخدم من قبل الطغمة الفاسدة بين حين وآخر من أجل استمرارهم وبقائهم في السلطة. نعم، لكنها لا تزال قائمة عند هذه الطغمة، وهناك إجراءات تتزامن مع هذه المواقف واعتداءات كما يمكن أن توصف على أملاك طائفة بعينها. حدث ذلك في الإسحاق قبل أيام، وأصبح نهجا للحكومات والميليشيات الموجودة في العراق الآن، وهذا بالتأكيد في محاولة فرض واقع جديد. دكتور، بينما يغرق العراق في مشاكل الفساد والمحسوبية ومشاكل كثيرة ليس لها أول من آخر، هذه الحقيقة هي اللي الآن نأكد عليها، يعني هي لم تبتدأ الآن، بدأت منذ يعني الغزو، الأيام الأولى للغزو، ويعني فرض أمر الواقع على الشعب العراقي من أنه السلطة أصبحت الآن بها طابع طائفي، يعني مثل ما يقال يعني دكتاتورية الطائفية اللي تتبلور يوم بعد آخر، وهذا شفناه أيضا في قضية تحرير المحافظات
بين قوسين يعني مجازا اذا صح التعبير نقول السنيه من قبل يعني الجيش العراقي ومشاركه الحشد والميليشيات لاسقاط داعش، لاخراج داعش يعني في الموصل وصلاح الدين والانبار وايضا دياله باعتبار انه كانت بؤر للارهاب الدولي يعني زرعتها امريكا وايران في نفس الوقت. فلذلك حدث التغيير الديموغرافي في هذه المناطق بشكل واضح يعني، وهذه ايضا انا ذكرتها ايضا على قناتكم الموقره من انه العباره يعني غرق العباره في الموصل كان ايضا واحده من اسبابها الفساد المستشري من قبل زعماء الميليشيات اللي هيمنوا على مفاصل اقتصاديه مهمه بالمحافظات وما زالوا لحد الان ليس فقط في محافظات التي تم تحريرها وانما في كل محافظات الوسط والجنوب، ولذلك يزدادون ثراء والشعب العراقي بشيعته بالدرجه الاساسيه يزداد فقرا في الوسط والجنوب الان. هذه الحاله المزريه بالفوارق الطبقيه بين زعماء الميليشيات وحيتان الفساد من الشيعه والفقر في عامه الشعب العراقي. نعم. ومع ذلك نجد بان هناك تحشيد طائفي من قبل هذه الاحزاب دكتور، وهو تحشيد دائم ومحاوله استغلال ذلك في مواسم كثيره. لماذا تلجا تلك الاحزاب والميليشيات الى هذا النوع من التحشيد الطائفي؟ النظام السياسي الان هذا البائس الحقيقه يعيش ازمه خانقه على كل الصعد، يعني اذا كان في الداخل هناك في الاطار صراع واضح الان، يعني بالامس حدث اشبه بالتشابك بالتوتر في المنطقه الخضراء بين هادي العامري وعمار الحكيم في المربع الرئاسي في الجادريه، لذلك انا يعني الحقيقه ما استغرب لما تحدث الان اولا التطرف والمغالاه، اثنين محاوله فعلا فرض مثل ما قلت انا شكل من اشكال الدكتاتوريه، يعني الطغاه الان ينمون يكبرون يتغولون على ليس على المجتمع العراقي فقط وانما فيما بينهم ايضا، يعني هناك ايضا تغول من قبل هذا الطرف على ذاك تبعا لقدرته العسكريه، اذا كان عنده ميليشيات جيده قويه مسلحه اذا مدعوم من 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 قبل الاطراف الخارجيه، هذه نقطه. النقطه الثانيه استاذ يونس هناك ايضا الحقيقه تغيير بالولاءات، يعني هذه ايضا لا ننساها، يعني حتى من قبل اطراف تابعه لايران كانت الان بدات تغير ولائها لامريكا حفاظا على بقائها على استمرارها على قوتها، لذلك المنافسه الان شديده فيما بينهم، زائد الخندق اللي يعيشون به الان الحقيقه خندق معزول عن الشعب العراقي لا يمت بصله على الاطلاق لا لمصالح الشعب العراقي ولا لإرادته ولا لمستقبله، فلذلك هذه العزلة المزدوجة الحقيقة يشعرون بها، لذلك يغالون يعني يهولون مثل ما يقال بأفعالهم التي تتجسد بشكل واضح يوميا بالرغبة في الهيمنة السطوة السلطة المطلقة على كل مقدرات البلد، وهذه طبعا مستحيل أن تبقى بهذا الشكل لأنه الشعب العراقي لابد أن يقول كلمته في نهاية المطاف. نعم. على ذكر الشعب العراقي فإن مثل هذه المحاولات يعني اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية وغيرها من المحاولات هي في الحقيقة تهدد استقرار المجتمع العراقي غير المستقر أساسا والذي يعاني من مشكلات كبيرة جدا، وبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يساهم ذلك في زيادة عدم الاستقرار دكتور في هذا المجتمع المتهالك من الناحية الاقتصادية وكذلك النواحي الأخرى؟ الحقيقة الآن يعني وأنا من خلال قناتكم الموقرة اللي أيضا تابعنا سوية يعني تفاصيل ومجريات ويوميات انتفاضة تشرين المباركة في 2019 وتحولت إلى فعلا ثورة اجتماعية، أنا أتوقع يعني كل ما تتقدم الأيام وتزداد الأزمة خناقا على هذه الطغمة الفاسدة تزداد جرأة الشعب العراقي وشجاعة الشباب وخصوصا أيضا شباب تشرين، أنا لا أستبعد أن هناك أيضا ما زالت الجذوة متقدة في نفوس الشباب العراقيين، وأنا أتابع يعني حتى في الوسط والجنوب وفي بغداد
هناك رغبة باستعادة ثورة تشرين وتتحول ليس ثورة باختصارها في تشرين وإنما ثورة عراقية كبرى، أولا للتحرر من رقة الاستعمار والاحتلال الغاشم الأمريكي الإيراني، وأيضا من هذه الطغمة الفاسدة التي الآن تحتمي بهذه الاحتلالات. لذلك لا نستبعد الآن أن يكون هناك فعلا مفاجأة ممكن أن تحدث خلال الفترة القادمة، لأنه الشعب العراقي فعلا ضاق الأمرين، الشعب العراقي لا يصبر أكثر مما صبر خلال هاي 21 عام العجاف اللي مر بها. لذلك أنا أيضا أتوقع بالإضافة إلى الصراع فيما بينهم هذا سبب بإضعافهم وإزاحتهم إسقاطهم، وأيضا ردة الفعل ضد الشعب العراقي أنا أتوقع أن تكون أيضا هذه المرة نهائية، ليس بإسقاط حكومة وإنما بإسقاط وكنس كل النظام السياسي الذي جلبته أمريكا وإيران وفرض على صدور الشعب العراقي. الرهان لا يزال قويا على الشباب دكتور إذن. أكيد أكيد الشباب الآن، وخصوصا أنا أقول بصريح العبارة، الوضع في العالمين العربي والإسلامي يغلي الآن، هناك سخط واضح، هناك الحقيقة مثل ما شفنا يعني الآن إذا كان في أمريكا في الجامعات الأمريكية وفي الجامعات أوروبا الغربية في الغرب هناك ثورة، ثورة طلابية ضد من؟ ضد هذا النظام الرأسمالي الذي الحقيقة صدر كل أزماته إلى بلداننا، ومع من؟ تضامنا مع غزة، مع الشعب الفلسطيني الذي الحقيقة على مدى 75 عام ظلم وطالت الأزمة، طالت المحنة بالنسبة للشعب الفلسطيني اللي هي قضية أكثر عدالة في التاريخ الحديث. لذلك الشعب العراقي والشباب خصوصا أنا أتوقع ينتبه جيدا الآن إلى أنه الثورة ليس فقط للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وإنما فعلا يجب أن يحرر بلدنا أيضا إلى جانب، لأنه لو كان العراق حر مستقل يملك السيادة يملك القرار السياسي لما تجرأت لا أمريكا ولا الكيان الصهيوني على الإيغال بالقتل والإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة ضد الأطفال والنساء والشيوخ في غزة أو في الضفة الغربية. لذلك أنا أقول حافز قوي هناك في العالم العربي والإسلامي لأن تكون هناك شعلة تحرر ضد الاحتلال ضد الهيمنة وضد الاغتصاب الأراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني. بالتأكيد. شكرا لك دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب.